بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 18/9/2019، زي ما عودتكم دايما اني ببعت رسائل في الاوقات الحاسمة لما بنتحصل على بعض المعلومات شديدة الأهمية. الفيديو مش هيطول، هيكون بإيجاز شديد جدا، ولكن سأذكر بعض المعلومات المهمة وتحليلات الوضع والأحداث السريعة المتلاحقة بشدة في هذا الأسبوع والآخر 48 ساعة. أحب إن أنا أقول موضوع محمد علي على علي في دقيقة. محمد علي خروجه من مصر تم بعد تفكير شديد منه، هروبه من مصر ثم وصوله لإسبانيا وطرح وجهة نظره، قال بعض الحقائق عن الفساد اللي بيتم على مستوى القيادات في القوات المسلحة. الناس تعاطفت معاه تعاطف شديد جدا، شافوا فيه شاب مصري بيفضح نظام جاسم عليهم على صدرهم أكتر من 6 سنوات. التعاطف ده خلى هناك بعض الجهات السيادية اللي تحركت بشدة وتلقفت هذا الخيط وتواصلت مع محمد علي وأعطته تطمينات. على فكرة محمد علي متأمن كويس حاليا، بل أعطوه بعض التطمينات لبعض المستندات والمعلومات عن عبد الفتاح السيسي اللي تخلي محمد علي يتكلم بثقة شديدة جدا ويدي أوامر لعبد الفتاح السيسي بالانسحاب من مشهد. بعض المعلومات هقولها في آخر الفيديو، ولكن هحب أحلل الوضع في دقيقتين بالظبط. حاليا في 3 قوى بتتصارع الوصول للسلطة في مصر. الفريق الأول فريق عبد الفتاح السيسي، فريق متهالك بيحاول يحافظ على الكيان الموجود عنده بكل ما أوتي من قوة، استخدم الإعلاميين والفنانين ورجال الأعمال وكل أجهزته الموجودة حاليا. بنشوف فيديوهات مكثفة بشكل شديد جدا في الفترة اللي فاتت لفنانين وإعلاميين وإلى آخره، محاولات مستميتة عبد الفتاح السيسي انتهى. عبد الفتاح السيسي المرة دي بقول لكم إحنا مش عايزين نمشي، عبد الفتاح السيسي ماشي. القوة الأخرى قوة محمد علي وفريقه. محمد علي الآن مطمئن مسنود على أجهزة من القوات المسلحة، ولا يخفى على حضراتكم إن إحنا نقدر نقول إنه جهاز المخابرات العامة. الصراع اللي كان ما بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية في ال6 سنوات اللي فاتت كان صراع شديد جدا. عبد الفتاح السيسي هو من قتل عمر سليمان. عبد الفتاح السيسي أخرج 95 رتبة وضابط من المخابرات العامة معاش. عبد الفتاح السيسي صفى بعض ضباط المخابرات العامة بالقتل. هناك طار ما بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي. المخابرات العامة تملك هذا الكلام على مسؤوليتي، سترون قريبا جدا. إذا لم يتنحى السيسي أو ينسحب أو يهرب من البلد هتشوف الفضايح في الأيام اللي جاية. فيديوهات إباحية وجنسية، كلمات صوتية مع زوجات ضباط كبار وفنانات. سترون ما أقول لكم في الأيام القليلة جدا اللي جاية. هذه المعلومات وهذه التسجيلات اللي جعلت محمد علي يتحدث بثقة شديدة جدا لعبد الفتاح السيسي وإنه ينسحب من المشهد. القوة الثالثة اللي بتحاول تغطي على المشهد حاليا وتحاول إنها تظهر في الصورة، القوة الثالثة هذه هي المخابرات الأمريكية وما يمثلها الآن تيار وائل غنيم. ظهور وائل غنيم في الفترة دي عشان تبقوا عارفين بوضوح شديد، هذا ليس تحليل ولكن أيضا على بعض المعلومات، وائل غنيم ظهر عشان يخوف الناس من نزول لدعوات محمد علي. الناس كلها على فكره في اجهزه المخابرات في العالم كلها تاكدت من سقوط عبد الفتاح السيسي، مساله وقت. امريكا الدوله العميقه، هي المخابرات الامريكيه الكونجرس الامريكي ده وائل القرار.
تريد تداول سلمي للسلطة لأحد رجال القوات المسلحة اللي تبعها. قد يكون محمود حجازي، قد يكون سامي عناد، قد يكون أحد الوجوه الجديدة اللي الناس ما تعرفهاش، أو حتى ضباط سابقين في القوات المسلحة اللي مشوا ما يعرفوش عنهم حاجة. أمريكا لا تريد نزول الناس إسقاط عبد السيسي بثورة شعبية ثم عودة للمربع رقم واحد أو حتى المربع رقم صفر كأحداث 2011 ثم فجوة بانتخابات ورئيس مدني واستقرار واستقلال بالقرار. عندنا ثلاث قوى: فريق محمد علي مسنود وراه بعد الأجهزة السيادية اللي لديها تسجيلات عن عبد السيسي، فريق عبد السيسي بكل قذارته سيحاول أن يتشبث بالسلطة إلى آخر نفس. لكن أنا اعتقادي الشخصي إن إحنا هنصحى في يوم وقريب جدا مش هنلاقي عبد السيسي هيهرب. القوة الثالثة وهي القوة المدعومة من أمريكا والغرب ومحاولات مضنية لمنع الناس من النزول ومنع دعوات محمد علي، وأنا أخشى وأحط عليه علامات استفهام إن يتم اغتيال محمد علي ويبقى خلصوا من السيسي ومحمد علي في نفس الوقت. وأتمنى إن الأجهزة اللي بتحمي محمد علي تكون مأمنة كويس. حبيت أبلغكم بوجهة النظر. زائد آخر حاجة، المعلومة اللي وصلتني معلومة مؤكدة: فتح السيسي منذ أول أمس اتعرض لضغوط شديدة جدا من الإدارة الأمريكية التلاحم. هما عايزين تداول سلمي للسلطة من عبد الفتاح السيسي لأحد أجهزته لتتبع دوائر القرار في أمريكا. هذه المعلومة من أحد القيادات الكبيرة وليست الصغيرة والمتوسطة بالحرس الجمهوري. بلغتكم باللي أعرف أو باللي أعرفه. أتمنى نزول الناس والاستجابة لدعوات محمد علي. نزول الناس المرة دي مش هيكون في مخاطرة كبيرة، هو أشبه بـ 30/6 سيناريو بتحاول تزقه أو تدفع في اتجاهه بعض الجهات الموجودة في قوات مسلحة والجهات السيادية فقط كذريعة للانقلاب على عبد السيسي. اللهم بلغت، اللهم فشل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.